بيك أبون شجع احنا وحدة الخياطة والتطريز التابعة لقسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، نتشرف بعمل راية قبة الإمام الحسيني شهر محرم، خاصة يعني شهر محرم إلى خصية عن باقي المناسبات خاصة الراية. راية الإمام الحسيني أكثر العالم يعرف قياساتها، قياس مالتها 3 أمتار ب 3 أمتار و80 ارتفاع، ينزع خط الكوفي الفاطمي يا حسين الوجهين. احنا ورشتنا صار الحمد لله والشكر التشرف صار يمكن 12 سنة تشرف بهذا العمل، عمل راية القبة وعمل السواد محارب الإمام الحسين. القماش استخدمها الدرجة الأولى الموجود بالسوق حاليا، والكتابة بالستن اللحمه نقصها نخرمها وننزلها، الخيط والتطريز الخيط الحريه والكلابدون، العمل مالته هذا ما ينحسب لأي وقت للمنتسب اللي يشتغل بيها، يوم يومين ثلاثة، المهم يطلع يليق بالإمام الحسين العمل مالتها، بالسنة مرة واحدة تعمل فد، بس خلال الشهر واحد تعمل رايتين أو ثلاثة حسب أجواء المناسبة، وكل شهر تتبدل الراية مرتين، بداية الشهر ونصف الشهر. بس اكثر العالم يدون بها اسوالهم هي رايه واحده. والله سؤال جد ما وصف الكامل وصف، يعني واحد لما يشتغل براية قبة الإمام الحسين الملايين العالم تتمنى بس تشوفها، وانت تشتغل بيديك يعني هذا فد إنجاز وفد تقنية الإمام الحسين مقدمها للشخص اللي يشتغل بيها، توفيق إله وتوفيق حسيني جميعا. احنا هنا مجموعة عمان نشتغل بيها يعني للبركة من إيد لإيد لإيد عم يتباركون أكثر قدر ممكن من المنتسبين هنا العتبة الحسينية، نتشرف بهذا العمل.